في ختام مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التقى الاتحاد والشباب على أرض استاد الجوهرة المشعة بجدة في مباراة حساسة للطرفين، فما بين اتحاد باحث عن الهروب من منطقة الخطر وشباب يتطلع للاقتراب أكثر للمركز الرابع. مباراة سريعة وافتتاح تسجيل شبابي عبر ماكيتي ديوب إثر صناعة نموذجية من جوانكا. يا الله، الاعتذار له طريقة واحدة، هذه هي يا ماكيتي. الرد الاتحادي لم يتأخر كثيرا بعد أن تمكن ويلفريد بوني من زيارة الشباك الشبابية وسط غفلة من دفاع الليوز. بوني عدى الكرة، عدى الحكم يشير إلى هدف، وبوني يقول لست وحدك يا ماكيتي، من يعتذر؟ أنا أحتاج إلى الاعتذار. لم يستوعب الشبابيون فكرة التعديل الاتحادية حتى استقبل شباكهم هدفا ثانيا برأسية حمدان الشمراني. انظر إلى الرأسية، انظر إلى النمر الذي ينفجر غضبا. بعد ذلك الهدف استمر اللعب سجالا بين الطرفين وتهيأت أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، ولكن النهايات لم تكن بالشكل المطلوب لينتهي الشوط الأول اتحاديا بهدفين لهدف. في الشوط الثاني واصل الاتحاد جموحه بحثا عن تعزيز تقدمه بهدف ثالث، وهذا ما حدث عندما نفذ ليوناردو جيل خطأ في الجهة اليمنى ترتطم بالقائم يتابعها حمدان الشمراني في المرمى. الأمور بالنسبة للشباب تزداد تعقيدا بعد خروج مدافعه ألفريد إنداي بالبطاقة الصفراء الثانية، ليتمكن بعدها رومارينهو من تسجيل الهدف الرابع للعميد بعد تسديدة من داخل 18 تعانق شباك فاروق بن مصطفى. مستحيل، هناك لاعبون تشعر أنهم ينتمون إلى الجيل الماضي. لم يدع الاتحاد فرصة للشباب في استيعاب ما يحدث إلا ويفاجئه بهدف خامس عبر رومارينهو بعد هجمة مرتدة انتهت في الشباك الشبابية. إلى العميد الذي يعطينا وجهه الحقيقي. حاول الاتحاد إضافة هدف سادس، ولكن يقظة فاروق بن مصطفى وتشتيت الدفاع الشبابي حرمه من ذلك، لتنتهي المباراة بفوز الاتحادي بخمسة أهداف لهدف، ويرفع العميد رصيده للنقطة 22 في المركز 12، فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة 28 في المرتبة 8.